خسرت الايام الحلوه. يرضي مين ده يا ربي؟ ابقى فنان من ايام شربات. وحشتيني يا شربات. ايه ده انت بتلفي؟ طول عمرك كنت اتجاه واحد. ايه الحلاوه دي؟ مرسى وكمان لغات. ايوه ايه اللي جراني؟ الست زوزه عملت فيها كده. والله جدعه. بقول لك يا شربات، ايه فاضيه 3 4 اسابيع كده اعزمك على ليمونادة؟ لا اني طالعه فوق عشان امارس المهام الوظيفه بتاعتي. فوق فين بس؟ خليكي معايا شويه. ده انت وحشاني قوي. لا اني طالعه عند عزب بقى. لا لا يا شربات، الا الراجل ده انا منعك. تمنعني لهوا يا اكزلان. انت ايه؟ اني اكزلان. يعني ايه؟ بصفتك ايه حبيبي؟ ما انت عارف يا شربات بحبك قد ايه. جوزي العمار بيد الله. شربات جوايا حاجات كتير قوي نفسي اطلعها. ايوه واني جوايا طموح كبير قوي لازم يطلع. والست زازه قالت لي ان عزب بهده هخلينا نحارف وامشي في طريق الفن. صدقتيها؟ لا مش هيمشيكي في طريق الفن، ده هيمشيكي في الطريق الدائري. ما حدش ياخد مني حاجه غصب عني. ما انا قلت زيك كده. قلت ايه؟ قلت ما حدش هياخد مني حاجه غصب عني. خد كل حاجه شربات وبقيت فنان من اياهم. خدك طريق الفن يا ولا؟ يا ريت. خدني على المحور. غصب عنك يا ولا؟ بكيفي يا اختي. يبقى انت اللي منحرف. اني طالعه. شربات ما تطلعيش يا شربات، ما تطلعيش. طالعه 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 ماسكه الترابزين بتخبط على الباب. فتح لها، بصيت له، بصلها. خدك على المحور. وداك الدائري. عضك. ايه اللي حصل؟ ما لقيتوش. ليمونادة يا شربات. يلا امسك يلا الوقت اللي فوق ده. استنى عندك. بقول لك ايه، هلففكوا ورايا الكره الارضيه كلها ومحدش هيلحقني. ولا كان في واحد ماشي كده وماشي كده مسكوه. يمسكوا مين يا بت؟ ده انا جريكوا ورايا ليوم القيامه وبرده محدش يلحقني. ليه الجن ولا ايه؟ نعم جن ولا ايه؟ ولا ده اوعى دليله. ايه ولا اوعى؟ سفله سفله سفله. استعداد للانحراف غير عادي. انا بقول لك اهو اجن من الجن يا بت. ايه المقطع اللي انت لابسه ده؟ وايه المفتح اللي انت لابساه ده؟ عشان افتح للي زيك. وانا عشان اقطع للي زيك. اوعى. حلو صح؟ ممكن اعرفكم بتجري ليه؟ ممكن اعرف انتوا بتجري ورايا ليه؟ احش بجري وراك. خلاص اسالوني بالادب هرد بالادب. سين سنسول. جيم جواب. جواب. مش لما تتنقلي تسالي؟ ايوه ايوه. ده سؤال في اللغه الجديده ولا ايه؟ ايوه. انت حلاها زلبطه. لا تعبيرا عن اللي جواها فراغ، فشل في النضال، لا شيء في المحتوى الجمجمي. مش عارف سفله. انا قلت ما انا عارف. انا مرقص بلا ماضي ملوث خارجه من النيابه من تلت ساعه. انا عارف. انا بقول لك ايه بالنسبه لايه؟ مش عارفه. يا واد انت يا ولا يا واد مش كنكه بن واقفه قدامي. بصي مش معقول. يا ليلتنا على الريحه ان شاء الله. يا ولا احتمال يعني يكون حصل لينك كده لينك كده. طب كان ايه لزوم الجري والفرهده من الاول يا ولا؟ اتراكتف مثلا في ايه يعني؟ ايه خليكي في حالك يا زباله انت لما حد اندهلك. مش ناقصة وجع بطن. يلا. ايوه بس يعني ايه يا ولد؟ خليكي في حالك يا لحوح. انت بعيد. يلا مش ناقصة اعرف يعني. ايوه يعني ايه والله. يلا يا ست انت بالشبشب الاكبر منك اللي انت لابساه ده. يلا يلا مش ناقصة وجع قلب. ايوه بس يعني ايه والله. يا جماعة حد يشوف كرة الدم الحمراء دي واقعة من مين؟ مش عايزين خايلة. دي حاجة عجيبة جدا. ايوه يعني ايه يا ولد؟ معلش روح لها. الجمرة الزفت الجرثومية دي واقعة من انهي جواب؟ دي في ايه؟ انت عايزة ايه دلوقتي؟ يعني ايه اللي انت بتقوله يعني؟ مضطر افهمك. معلش عن اذنك يا انسه مج ورجع لك. اوعى ليلتنا. اوعى صباح النسكافيه يا خبر السويد. نعم عايزه ايه؟ يعني ايه يا ولا؟ اتراكتف؟ ايه؟ بلا فخر يا مادموزيل يعني جذاب. جذاب وفرحان قوي. ما تعرفش ان الجذاب بيروح النار. هو الجذاب بقى يروح النار يا انسه تلقيمه اليومين دول ولا ايه حضرتك؟ في ايه جذاب؟ طب ليه يعني ايه المشكله يعني؟ وبعدين ايه مشكلتك انت يعني؟ الناس الامامير تعمل ايه؟ حسين فهمي والناس الحلوه دي تعمل ايه؟ جذابين يتحدفوا في جهنم. ده ايه الجرأه اللي نازله عليكي دي؟ وبعدين ما قلتليش عليها يا اختي. انت عماله تعلميني يا اختي. معلش انا اللي هعلمك يا اختي. ما قلتليش
حرقت. عمالك بقول لك مش عايز دوشه. اهدي نزلني. نعم يا اختي نزلني. خلي احمد حلمي ينزلك يا قطه. يلا نزلني. ليه؟ بخير من بطاطي. يا نهار اسود بخير من بطاطي يا اللي تضحك عليها بت. مش قلت لك فوق بغير من بطاطي؟ فوق بغير من بطاطي وانا بغير من تحت تحت بطاطي. يا سافل القديم انت، يا قديم انت. اللي اقول يا ولد لو انت مدرب الرقص الجديد باين عليا صح؟ ايوه. شوف الواد وسطه سايب ازاي. خد معلمك حركه. امشي قص. خلاص يبقى تخليكي في حالك. بس خليكي في حالك. انت مالك بيها؟ انا بفهمها حضرتك. انت هترقصها؟ انت هترقصني؟ ما انا حضرتك بفهمها. ايه رقصه؟ لا أني رقصة. أيوه حضرتك أنا لسه عايزة أفهم. أنت مالك بيها؟ أنا عايزة أفهمها. هي رقصة؟ لا أني رقصة. أيوه ما عندكيش شوية بايرسول ونخلص منها وإيه؟ مش معقول. أنت مالك بيها؟ أنا بفهمها حضرتك. كل شوية يروح ليه؟ يخرب بيتك. ده إيه؟ اهدي حضرتك أنا عايزة أفهم. كل شوية تروح ليه؟ اهدي. طب اعمل ايه في السحليه اللي لسه مولوده دي دلوقتي؟ انا مش عارف الجرأه دي جايبها. يعني رقاصه مثلا؟ مثلا رقاصه حضرتك انا يعني رقاصه. ايوه ده انت كبيرك سجاط. رقصت ايه؟ ما تتكلمي على قدك. انت مالك بيه؟ انت يا مادموزيل من فضلك بقى احترم نفسك. انا غلطت في ايه؟ بقول لها يا مادموزيل ولا كلمه. وصلت الشتيمه كمان ولا ايه؟ يا مس من فضل حضرتك بتشتم يا ولا؟ لا واخدين على بعض ولا؟ انا بقول لك يا مس انا ما غلطت. الله يا جزمه. ايوه طب انا اعمل ايه حضرتك يا انسه على الريحه؟ اعمل ايه انا؟ اهدي حضرتك انا عايز افهمها ان هي يعني انا داخل عشان اتكلم معاكي. ايوه اتكلمنا خلاص. بتروح ليه؟ لا تحس ان بقها في غيرها الكلام بيلزق بعد عنك. بتروح ليها؟ لا قوليها تاني كده. قوليها تاني كده. لا الترجيع اللي انت قلتيه ده من شويه حضرتك. لا انا مش عايزه استفرغ دلوقتي. لا انت عارفه حضرتك انا ما انكرش بجد انها اثرت فيا. يعني حصل عارفه التاتش اللي بيحصل بين اي بني ادم وكلب؟ عارفه حصل ساعات كده بيعرف فيه بيبقى بين البني ادم والحيوان ساعات بيبقى فيه لينك كده. اسمحي لي حضرتك اعترف لك بسر في منتهى الخطوره. احتمال اكون اول ما دخلت فعلا اتشديت ل انسه نص سوا دي. بس لما ركزت شويه حضرتك بجد انت فرقتي معايا. يعني انا شفت كتير، انا شفت جميلات جميلات العالم اول مره اشوف كده. فحصل ان المشاعر اتحركت فالقلب دق. وانت لو حطيت ايدك على قلبي هتسمعي قلبي يعمل دوم تم تك تك دوم تم تك حبيب حياتي ما يعني عارفه في فيديو كليب شغال جوه في المشاعر. فحضرتك جربي تحطي ايدك على قلبي وانت ما ايه عادي. إيه اولا ده مش قلبي، ثانيا ميه مش سقه هعرق ايه كركديه خلاص غير احراج. مش لازم فضايح يعني مش ممكن. حاجه عجيبه جدا. بصي حضرتك انا هحاول اوضح لك المعلومه. ايوه انا مشاعري اتحركت تجاهك. ايوه واتمنى ان اكمل نص ديني وتكملي معايا المسيره في حياتي السياسيه اللي انا ماشي فيها. ايوه انا اتاثرت بيكي جدا. يعني حاسه بيا انت ولا؟ ايوه انا بقول لك كلام حلو ما بقولكيش تعالي نكسر شقه يعني ما في ايه. ايوه انا شفت اجمل جميلات العالم. ايوه لكن اول مره اشوف الزباله دي مجتمعه في فرد واحد. لا ده كتير علي ده كتير والله. لا يا ولد ده كتير. يعني حضرتك مبسوطه من اللي انا بقوله؟ ايوه. انت شيء حقير. انت بكتيريا. لا انت فيروس. لا انت فرده باتا شمال معفنه مرميه في خرابه ملعوب بيها 600 ماتش على الاسفلت. انا كده هتغر والله العظيم. لا تغر. لا ولا لا ده كتير والله. حضرتك ايوه اوكي اسمحي لي اتكلم معاكي بصراحة أكتر. أيوه حضرتك أنا لفيت العالم كله. أيوه اللي كل يوم ياكل حاجة حلوة حاجة حلوة نفسه بتجزع عارفة؟ أيوة. يبقى نفسه ياكل كرتون ورق زبالة أي قرف يقف جنبه يعني. أنتِ يعني أكتر حاجة مقرفة شفتها في حياتي. ما تكسفنيش يا ولد.
عارفة حضرتك الناس والله ولا ما تكسفني. ده أنا خليكي دلوقتي اتزغرتي من الفرحة. أيوه عارفة حضرتك الناس اللي كل يوم تقول لك أنا بفطر لبن نص دسم عشان معدتي وخلي من دسم أو آخذ زبدوه على الفطار. زبدوه يعني مش أنا غلط زبد ها؟ ما أنت آخرك الجلة طبعًا، تعرفي الحاجات دي منين؟ أيوه أنا أعرف الجلة يعني بلمها. أما هي همبرجر بالنسبة لك طبعًا لازم تلميها. ايوه شغلتي يا ولد المها. فخوره بشغلتك قوي أيوة. يعني شغلانه تشرف قوي يعني. ايوه حضرتك انا افهمها الزبادو ازاي يا انسه؟ بس عندك تلفزيون؟ ايوه بتشوفي اعلانات. امال ايه؟ عارفه حضرتك البنت اللي بتطلع مشعر طويل وتبرق دي اللي تقول لك زازاباجي زازاباجي؟ ايوه مش البنت دي اللي بتعمل حاجات دي؟ ايوه وكانت خيلانه بعد عنك زازاباجي زازاباجي وجيلي كلها على قد سني. على قد سنك مش على قد سن اللي جابونا، مش غصب هو يعني، مش معقول يعني. ده كتير قوي اللي بيحصل. التمثيل رحمنا يا ست من الحنفيه اللي كانت بتنزل لك منها والبوتاجاز والفرن. الاعلانات اليومين دول بصراحه بقت يا انسه بتلم. الاعلانات بتلم؟ ايوه على اساس ان البيت. طب بالنسبه لل انا بستحمى وبمرش جسمي بلاكس ها؟ البلد كلها بتقولها لوكس عادي، بس تقول لك لوكس ليه؟ اصل متعلمه بره القاهره. فين؟ في البدرشين، قريبه مش بعيده يعني. محطتين من الجيزه. عجيبه جدا. انت عارف اللي هو حاجه سبيب سبيب يرحمه وينط من شلال ويمشي مع زرافه هركليز يا ولد. الحمد لله ايام معدل. المهم ان انت فهمتيني. انا فاهمك من الاول. حاسه بيا؟ امال الواحد لما كل يوم يفطر نص دسم بيزهق، بيبقى نفسه يقعد في الزريبه نفسها. إيه؟ فما بالك لو 80 جاموسه واقفه جنبه؟ ايوه انا طازه. انت فهمتيني، نخلع من هنا انا وانت بقى. ايوه ونروح والله وانت ابن حلال والله. نعيش حياتنا. بس انت لو ما شلتش ايديك انا هطلع مصارينا كلفها حوالين مناخيرك تدلدل من عينيك. ده مجدي يعقوب ما يعرفش يعمل العمليه دي. أنا أعرف. لا اتكلمي على قدك حضرتك، عشان بصي انت مالكيش دية ها؟ يعني ايه؟ مالكيش دية، اوكي؟ شبشب 44 على دماغك طار الراس بتاع النملة، عارفة الجو ده؟ لا صرصار ولا ايه؟ صرصار بعضلات، تكي شوفي العود والعود من فضلك. ما العود وعودك يا واد. شوفي حضرتك السايز والسايز، حضرتك شوفي أنا يعني الزاز ده؟ ده أنت لابسة دور في رجلك، بقول لك إيه؟ دور ايه؟ خليكي في حالك حضرتك عشان تبقى ليلتك هتبقى سودة، شوفي عودك وعودي. مال عودك يا ولد؟ فاكر نفسك انا رمز ولا ده؟ مال عودك ده؟ عني رمز استثناء، في كائنات تانية عايشة معاه فوق، هو ما يعرفش اللي بيحصل في الكرة الأرضية، ما عندوش فكرة خالص. أمال لا، شوف عادك وعادي 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 وعادي. لا لغاية العود وبلاش تريقة. لغاية العود وتكر وأنت بتتكلمي بقى. تك تك إيه ده؟ تك تك إيه؟ لا خدي بالك وأنت بتتكلمي، اسم الله على العود بقى. أهمال العود بقى. اسم الله اللي بتقع من على السرير تاخد تلت ساعة لما توصل لأول جزمة على الأرض، في إيه؟ لا بتفسح في النص ولا بروح ثانيه. شبطانه في اي ملايه قبليها، خليكي في حالك. لا انا في حالي. امبارح يا انسه كانت بتحط قطره، قالت انا كده استحميت وتلفت بكلينكس واتخمدت. مش عايز دوشه. لا يعني مش عايز دوشه. انا مش بعمل. همد ايدي عليك، همد ايدي عليكي. هضربك يا ولد. همد ايدي. لا اتكلمي على قدك بقى. هضربك يا ولد. شوف العنف، اتكلمي على قدك بقى. هضربك يا ولد. يا نهار اسود على القدر. احترم نفسك يا ولد عشان هضربك. ما تتكلمي على قدك. انت يعني اللي هترقصني؟ اللي خلاني رقصت مباحث العالم كله، مش هعرف ارقصك. ايزي يا شربات. ايه ده؟ انت عرفت اسمي منين يا ولد؟ بعد نظر يا بنت، بعد نظر. وان عشقنا فعذرنا ان في وجهنا نظر. ايه ده ايه ده؟ وبتغني كمان؟ وبعزف كمان. ايوه يعني قلت ايه؟ بعزف كمان. قلت ايه؟ جيتار ربابي. لا رمامي ومش عايز غباوه. انا خلقي ضيق. هات واحد مقاسك يا ولد. معلش معلش رحمتك. طب انا اعمل ايه حضرتك يا انسة تنوى؟ ينفع الكلام ده حضرتك؟ انت اسمك ايه؟ اسمي ايه؟ ايه؟ اسمي مفتاح. وهتتريق ايميلي سماك كده يا قفل ويا ترباس، وماما اسمها كالون، وابوك السقا مات، ما كنتش بروح الحضانه من تحت راس الجمله دي. عايزه ايه بقى؟ ما كملتش تعليم. لا انا كنت اقول لك حاجه تانيه. ايه جديد نازل السوق؟ يحبسك في ميداليا. اوعى. حلو يا بنت حلو. ممكن نعرف ايه حكايتك بالظبط؟ بص يا ست، وايه اللي جابك هنا؟ هو ده السؤال اللي نفسي اتساله من ساعه ما دخلت المكان ده. حكايتي يا أليسات تتلخص في أربع جمل. مسافر بقالي سنين، بناضل، أكافح، بعمل شغل سياسي على مستوى العالم. ليا صديق عمري ما شفتوش من يوم ما سبنا بعض وسافرت. رجعت من السفر 48 ساعة بالعدد عشان أشوفه. مش عارف عنوانه فين. بفتح الجورنال بالصدفة الصبح لقيت صورته في صفحة السينما. هيبقى واحد من ألمع نجوم التمثيل في العالم العربي. خدت العنوان وجيت على هنا عشان أسلم عليه وهتشوفوا صاحبي هيقابلني إزاي. صاحبك مين؟ صاحبي مين وعايشين؟ في حد في العالم العربي ما يعرفش النجم اللامع عادل رأفت؟
بلحظة صيعة عادل رأفت ليه عادل؟ ليه عادل؟ عملها الندل ليه؟ ليه؟ ما هو الجينات الطويلة دي ما تلاقيهاش في أي حتة ما هو الاتنين بيمشوا ياكلوا شجرة قبله فوق فخلاص ماسكة بطنها البنت ماسكة بطنها ألف سلام بطنها هي حضرتك مش بطن أنا أيوه خلاص خلاص حمد ربنا إني جيت في الوقت اللي اتكسر يتدغدغ مش هنقعد نصلح لسه خلاص 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 هو أذاك يا بنتي لا حول ولا قوة إلا بالله هو رحت للدكتور لا حول ولا قوة قال لك إيه أنت أنت بتستعبط يا بنت أدخل واحدة أخرج اتنين هتقولي عادل رأفت ماله مال الجحش اللي لسه مولود ورايا ده يا ربي ليه عادل تبوظ السلالة الطويلة بماينس تو حقيرة تحت الأرض؟ حول الله يا رب. طب حضرتك أنا أفهم إيه دي ماسكة كلها أنا أفهم إيه دلوقتي؟ يا أنسة يا شيتا هو عارف يأذيكي؟ رحت الحيوان يعالجك؟ أيوه وقال لك إيه؟ أنت لا أنتوا بتستعبطوا أنتوا الجوز هتقولي عادل رأفت حالا لالتم على وشي ده هو أذاك؟ رحت الدايه قالت لك ايه الدايه الدايه قالت لي ابوس رجليك وهاتولي عادل ايه مش هتنفع ايه مش هتنفع شربات مش هتنفع تبقى باكينات هتنفع دي بنت طاقة وطبق طابور يعني ايه طبق طابور؟ يعني الصورة تبقى القصر من باكينام انت كل ما تشوف واحدة عايز تعملها باكينام دي بالذات لازم تبقى باكينام فكرتني واحد صاحبنا اشتري فيلا عشان صاحبتنا باكينام طبعا كان لازم اشتري الفيلا عشان خاطر باكينام باكينام دي اكتر حب حبيته في حياتي ما اقدرش انساها ابدا حبيتها حبيتها من كل قلبي ما اقدرش انساها ابدا ياما كنت اقف بعيد وهي قاعده على الكرسي ده واتوه في عينيها وحشتني قوي